اتعلمي طريقة عمل سلطة الحمص والزيتون. هنحتاج كوباية من الحمص المسلوق، زيتون اسود شرايح، كوباية طماطم متقطعة مكعبات صغيرة، وفلفل ألوان متقطع مكعبات، ونص كوباية من البقدونس المفروم. وللدريسنج هنحتاج عصير ليمون، زيت زيتون، ملح وفلفل. هنجيب طبق نحط فيه الحمص والزيتون والطماطم والفلفل الألوان والبقدونس مع التقليب، وهنجيب طبق تاني نحط فيه الدريسنج، وبعد كده ناخد الدريسنج ونحطه على السلطة، وبالهنا والشفا.